وبركاته. النهارده باذن الله عندنا الدرس ده يهم صناعيه الجبس اكتر حد. يعني النهارده هنرسم هنقص صاج لعمود صوابع والقاعده بتاعته. طبعا قبل ما نقص الصاج لازم يكون عندنا رسم. فالدرس ده ازاي نرسم ونطلع رسمه العمود ورسمه القاعده. في البدايه يا جماعه اول حاجه بنعملها لابد منها ان احنا نعمل خط سنتر نشتغل عليه. طبعا انا باكد تاني احنا دلوقتي هنرسم رسمه عمود بالقاعده بتاعته تمام عشان نقصهم صاج. فاول حاجه بتعملها بتعمل خط السنتر ده تمام. بعد خط السنتر انا عندي خط افقي ده الخط الراسي بتاعي. عندي خط افقي لازم اخده عشان اطلع منه عرض العمود تمام. فبحط المثلث وبعمل الخط الافق. بمد الخط ده على الجدار كده. بيبقى عندنا السنتر. العمود يا جماعه اللي هشتغل عليه عرض الخرسانه، عرض عمود الخرسانه الداخلي يعني 35 سم. يبقى نصهم كام؟ نصهم 17 سم ونص. يبقى هناخد هنا 17 سم ونص ومن الناحية التانية 17 سم ونص وهنعمل خطين تمام رأسيين ده جسم العمود الخرسانة اللي هنشتغل عليه. طيب انا هعمل تخانة الجبس 4 سم. تخانة الجبس 4 سم هاخد 4 سم كمان و 4 سم كمان من الناحية التانية وهعمل خطين برضو رأسيين. طبعا يا جماعة الخطوط دايما بتبقى زاوية قائمة مع بعضها، يعني الخط الرأسي زاوية قائمة مع الخط الأخرى. كده يا جماعه عندنا ايه؟ ده العمود الخرسانه، دي تخانه الجبس اللي هيطلع معانا تمام. بعد كده عندنا الجزء اللي تحت ده اللي هنرسم فيه القاعده. طيب يا جماعه انا عايز القاعده ديت، دي تخانه العمود فوق، انا عايز القاعده دي مثلا هترمي تحت ما تزيدش، ما تبقاش كبيره خالص كده، فانا مش هخليها ترمي اكتر مثلا من 10 سم. وطيب عايز الارتفاع بتاعها يكون كام؟ العمود مثلا يا جماعه 35 و8 43 43. يبقى انا لو خليت القاعده بتاعتي 43 زيهم هتحس ان العمود كده ايه؟ هتحس ان القاعده مش واخده راحتها، شكلها مش متناسب. ولو ان يا جماعه برضو موضوع النسبه والتناسب ده رغم ان هو بيدي يعني شكل جمالي وكده، لكن عاده بيبقى وجهه نظر شخصيه لصاحب الشغل. يعني انا عمود 35 ده هل مثلا ما اقدرش اعمل له قاعده 10 سم مثلا؟ انا مثلا هقول لك ما ينفعش. لا، في واحد تاني هيقول لك لا عادي خالص مفيش مشكله، انا اعمل له خرزانه كده واعتبره قاعده. وانا شفت الحاجات دي فعلا معموله ومعموله في اماكن فخمه وما فيش مشكله فيها. مثلا مع العمود قاعده 20 تمشي مفيش مشاكل. لكن لما تيجي مثلا تقول لي انا هعمل قاعده متر في عمود زي ده، اقول لك لا الدنيا مش صح كده، ما شفتهاش دي وما تنفعش اصلا، شكلها مش حلو. انا هختار اللي انا شخصيا بحبه، ان انا بخلي القاعده تبقى متناسبه مع عرض العمود. يعني العمود 40 42 43 بخلي القاعده مثلا ايه في حدود يا جماعه مثلا 45، يعني ما تزيدش عن 50 وفي الحدود دي تمام. انا هشوف المقاس اللي فاضل معايا ده كام اهو، هاخد على 45 سم بالظبط مقاسي على 45 سم. هعمل يا جماعه خط برضه افقي تحت. الخط الافقي ده يا جماعه هو المفروض اخر قاعده العمود تمام، اخر قاعده العمود. طيب انا عايز انزل الخط ده على امتداده تحت عشان اعرف انا هرمي كام هنا
عشان القاعده تبقى متناسبه معايا. هنزل خط اخر وش العمود على الابتدال كده، فانا همجي الخط على الناحيه دي، الناحيه دي كده تمام، وهبدا ارسم. مش عايز اخد مقاس، مش عايز اخد مقاس تحت هنا اشوف انا هطلع مثلا بالقاعده كام قبل ما ارسم. ليه؟ انا الرسم اللي هيحكمني. يعني مثلا انا لو حطيت هنا مقاس ان انا هطلع 10 سم، هضطر وانا برسم كده يا جماعه اني احكم نفسي داخل 10 سم بالظبط. طب ليه؟ ما انا ممكن ارسم واشوف ايدي هتبقى ماشيه ازاي وشكل الرسم هيطلع حلو ازاي، ويمكن يطلع 10 ويمكن يطلع 11 ويمكن يطلع 12 وهكذا. يعني اول حاجه المفروض يا جماعه ان انا هبقى في دماغي ايه الرسم اللي هعمله، يعني ايه القاعده، شكل القاعده اللي هعملها. انا محدد قاعده هي مش اختراعي ولا حاجه يا جماعه، بنعملها من ايام ما اتعلمنا الجبس، هي افضل قاعده وحلوه وموجوده في اماكن كتير على فكره في مصر وبره مصر. القاعده دي شكلها سنه بدوران كده، سنه عدله ودوران خارج، وسنه دوران داخل تمام. دي الرسمه اللي في دماغي اللي انا هعملها. طبعا انا كده عملتها كروكي، انا عايز اعملها في المقاس ده. وفي حاجه يا جماعه تانية برضو، انا عملت حددت 45 لكن برضو مش هلتزم بال 45، يمكن تيجي معايا في مقاس اقل من 45 مفيش مشكله. اول حاجه هنعمل سنه مثلا في حدود 3 سم، وبعد ال 3 سم هاخد دوران بالشكل ده، اتمنى يكون واضح. انا طبعا يا جماعه هوضحكم الرسم برضو بالقلم ده بعد ما اخلص برضو عشان ما اشخبطش كتير. عملت الدوران ده، بنزل عدل تمام، وبعمل سنه، بعمل اقصد دوران بالشكل ده. في حاجه يا جماعه مهمه، لما بترسم في عمود ضخم كده عرضه الخارجي بره معدل 40 سم، ما تجيش مثلا انت بتعمل السنن بتاعت الحاجات اللي زي كده اذا كان في تاج او في قاعده وتيجي تعمل لي مثلا سنه سنتي وسنه نص سنتي وكده. الكلام ده عمود بيحبه متناسب، عمود ضخم بالشكل ده لازم تبقى السنن والخرزانات اللي فيه حاجه حقيقيه. الحاجه الحقيقيه دي يا جماعه بتعمل فخامه للشغل وفي نفس الوقت بتبقى متناسبه مع شكل العمود. عملنا السن الدوران سن النازل، وعملنا دوران لخارج بره تمام. هنعمل سنه تحت، وهنعمل دوران لجوه. نراعي حاجه يا جماعه، نراعي ايه؟ نراعي ان جسم العمود ده لو نزلنا الخط بتاعه كده اللي هو جسم العمود خرسانه، ما اجيش انا اعمل سنه، ما اجيش انا اعمل سنه هنا اخليها داخله لغايه ما تبقى خبطه في العمود، لا انا هعمل السنه بالشكل ده يا دوب تخش معايا جوه كده وتطلع معايا ايه؟ الاكتر بره تمام؟ وهعمل سنه تحت، وهعمل الخزرانه الكبيره اللي تحت. هنيجي بعد كده يا جماعه نتجل الرسم بتاعنا بالقلم ده عشان نشوف مع بعض. اول حاجه السنه دي بعد كده سن الدوران، بعد كده في سن عدله، ممكن نخلي السنتين العدلين دول مع بعض على امتداد واحد، وعندي بعد كده الدوران العجل تمام، وبعد كده الدوران اللي داخل بعد كده السنة وبعد كده هنشد خط كده اللي هو نهاية تمام. في
في حاجه انا بعملها دايما اني اعمل خطوط بالعرض تديني شكل السنن اللي انا عملتها. طبعا يا جماعه التظليل ده ما فيش منه اي فايده غير ان انا اشوف الشكل كويس، يعني اقدر احدد الشكل ده انا مقبول بالنسبه لي ولا مش مقبول. طبعا انا شايف الشكل حلو خالص ومعقول، النسب بتاعته ماشيه الحال، ما فيش اي مشاكل، وان شاء الله كده يبقى احنا اتعلمنا ازاي ممكن نرسم قاعده عمود تمام باستخدام مقاس العمود نفسه. يعني ما اجيش ارسم يا جماعه القاعده لوحدها منفصله كده على جنب وبعدين اجي اركبها، لازم اعمل زي ما انا عملت كده. وهتبقى ان شاء الله باذن الله المرحله اللي جايه باذن الله يا جماعه ان احنا نقص الورقه ديت ونطبعها على صاج ونقص الصاج بنفس الرسم ده باذن الله عشان نمشي القاعده ديت جبس باذن الله. ده فيديو للرسم، وانتظروا ان شاء الله الفيديو بتاع قص الصاج وبعد كده ان شاء الله فيديو التمشيات الجبس باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.